انا مبسوط منك قوي قوي النهارده، هيجي منك بسرعه على فكره. انا متشكره ليك قوي. متشكره على ايه؟ انا مروح، تحب اوصلك في طريق؟ لا لا ما تتعبش نفسك، انا هاخد اي حاجه لحد البيت. ما تتعبش نفسي ليه؟ عربيتي موجوده تحت. يلا يلا تعالى اوصلك في الطريق. يلا بينا. ماشي. سلمى انت لازم يكون معاك عربيه. الدنيا مظاهر يا سلمى، وجود العربيه معاكي هيعمل لك برستيج مختلف تماما. انا بصراحه كنت بفكر اعمل كده قبل ما تقولي. هو انت قلتي لي الشقه اللي انت قاعده فيها انت واختك تمليك؟ اه ورثناها من بابا الله يرحمه. الله يرحمه. على فكره انا سالت في المكان بتاعكوا ده عن تمن الشقه، لقيتها بتجيب رقم كويس، ممكن بالرقم ده تاخدي في مكان تاني. هي صحيح الشقه هتبقى اصغر شويه لكن هيبقى المكان راقي. هو انت سالت على الشقه بتاعتي؟ طبعا. انا اهم حاجه عندي الموظفين بتوعي، لازم اهتم بيهم طبعا. الموظف عندي هو واجهه الشركه يا سلمى. وبعدين الحياه علمتني اللي معاه قرش بيساوي قرش، وانا عايزك تتعلمي كده. سلمى انا عايزك تبقي قريبه مني في كل حاجه. ماشي اتفقنا؟ حلوه ماشي. منك لله يا ليلى. طبقين كشري نجوع فيهم 20 جنيه؟ ماله كشر امي؟ يا بنت الزمالك، الزمالك. اختي بلا زمالك بلا بتاع. قولي بقى كنت عايزاني في ايه؟ طب ما تقولي لي انت بقى، مين الواد الاوز اللي كنت واقفه معاه ده؟ حسام؟ سيبك منه يا شيخه، خلينا بس في موضوعنا، احكي احكي. والنبي شكله بيرسم عليك يا قطه. كلهم بيرسموا على البنات. بعدين احنا شغلانتنا ياما بتلم. ايوه. قولي بقى هتجنن واعرف عايزاني في ايه؟ ماشي هقول لك، بس بيني وبينك ما تقعديش ترطي كده مع حد. في بيلي يا حبيبتي اطمني. بصي يا ستي، انا عايزه اشتغل عند عبد العزيز بيلي، شغال عند الواد سلامة. بصراحه باين عليه راجل طيب كده، وبعد اللي عمله مع عليا امها ممكن يقول لي اه. طب وانت قلتي السلامة؟ يا اختي قلت له، انا لساني وقع مع سلامة، كل شويه لا بعدين كمان شويه، وانا بصراحه عايزه اشتغل. طب وانت ما لقيتيش غير عبد العزيز بيه عشان تشتغلي عنده؟ لا البيضة غبية ولا ايه؟ يا بنت بقول لك باين عليه بيه محترم، يعني ممكن يدفع لي كويس، بدل ما اتمرمط في المحلات واللي يسوى واللي ما يسواش. وانا اقول لك يا ليلى ما انت عارفه. راجل كويس يا بنت؟ قوي. طب روحي. رأيك كده؟ اه، سلامة ملوش الحق يقول لك اه ولا لا، وبصراحة بقى ده أكل عيش، كل واحد يجري على لقمة عيشه. تصدقي يا بنت؟ أنا قلت كده برضك. أمال لما أنت قلتي كده جاي تكلميني في إيه؟ الله، مش بأكد المعلومة عندي؟ يا بنت. أيوه. نعمة وعلى خليل. يا رب ما ترجع يا رب. اسمع خبرك قريب. انا كنت بنضف في الشقه. والنبي هقضيها جبنه وبيض ولا ايه؟ دي ربنا يا شيخه انك لاقيه الجبنه والبيض، ابوكي مخلينا لاقيين اللضا. انت ست مفتريه والله مفتريه. الراجل الاسبوع اللي فات جاب لنا بطه قد كده. بطه قد كده؟ اسم الله عليك انت وابوكي وعلى بطه. كل كام شهر لما ياكلنا حته زفر. الراجل ده غلبان فيكي والله العظيم. ابويا راجل طيب وانت اللي مفتريه. ماشي. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هاكلك بره. احلفي. ومنعمه. على حسابك. على حسابي. مش هتدفعيني زي البت ليلى في الكشري 10 جنيه. لا انا اللي هدفع. انا جاي معاكي وش. بس بقول لك ايه؟ ايه؟ نروح الاول نزور السيده عائشه عشان نفسي راحه لهناك. ده من امتى يا اختي؟ اللهم قوي ايمانك. انا موافقه ما دام هتدفعي انا جايه. خلاص هدخل اغير. طبعا يلا بقى. انا مستنياكي، دي فرصه تتعوض. امي هتدفع لما اشوفك. Thank you.
يلا يا هالة، يلا يا بنت. طيب يلا. ايه طيب مستعجلة كده ليه؟ يا بنت مستقلها، يمكن اللي بعدها في حضرتها ربنا هيستجيب لي. يا رب يا رب يا اختي يا رب. يلا افرح يا قلبي لك نصيبي. يا حبيبتي انا مش عايزه عكننه، انا مبسوطه ومزاجي عنب. وايه بقى اللي انت لابسه ده؟ ان شاء الله انت مشيتي في الحاره كده. حاره ايه وزفت ايه؟ وبعدين انا مش هعمل حساب بعد كده غير لنفسي وبس، اللي انا عايزاه هو بس واللي انا شايفاه هو بس. بس بذمتك ايه رايك على النعمه؟ انت لو كنت شفتيني ماشيه في الشارع ما كنتيش عرفتيني. وعملتي ايه يا اختي في الشغل الجديد؟ مبسوطه جدا. انت عارفه المرتب كام؟ 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ شفتي بقى ان انا كنت صح وان انت اللي غلط؟ اقول لك ده انت احلى مني 100 مره، ومؤهلك مش وحش، انت معاكي معهد سنتين، يعني كان ممكن تشتغلي في شركه زي اللي انا بشتغل فيها دي. الحمد لله يا ستي انا راضيه بحالي. الرضا حاجه والهبل حاجه تانية. فتحي ده جابك لورا، تقدري تقولي لي هو بيعمل ايه؟ الشقه دي ورثناها عن ابونا، ومصاريف البيت تشتغلي زيك زيه بالظبط، لا وبتصرفي اكتر منه كمان. خلفه يا حسره ده قطع الخلف. يا بنتي فوقي، انا لو مكانك ارميه في الشارع. ما تقوليش كده يا سلمى، فتحي طيب وابن حلال. يعني ما فيش طيب وابن حلال غير بالوكسه. بعدين انت حره. 2000 جنيه الله يخرب بيتك يا فتحي. الموضوع ده تعبني قوي يا عم خليل، مش عارف اعمل ايه. رحت الدكاتره كتير، يقول ما فيش فايده، واللي يقول ممكن، واللي يقول لي هتحتاج لعمليه.